السلام عليكم، تشاهدون في هذا الفيديو الإبراهيمي الكاف عاقبت الرجاء بغرامة 500 مليون بسبب إشهار على قميصها. في اللوائح ديالها الحالة ديالنا دابا الآن، حنا دابا تناقشوا مسألة وتنتكلموا على الخريطة، واش الخريطة تخضع المعايير وما تخضعش. حنا خصنا نتكلموا على المسطرة، على البروسيدور. ما يمكنش نحطوا واحد الدران نحطوه في شانطي نقول يسير. خصو السكة فين يمشي، السكة ديال أي نزاع، أي عنده طابع رياضي، السكة ديالو هي اللوائح. أنت بالفعل أنت نفترض جدلا بأن هذيك العلامة لا تخضع للمعايير أو لي نورم اللي محددها الفيفا، ماشي هي هذيك الطريقة، ماشي هي هذيك لا بروسيدور اللي ممكن دير. لأنه كيف ما قالوا الزميلة الزملاء، مسكت أنا كنت كاتب عام في نادي اللي هو معروف، اللي هو نادي الرجاء الرياضي، وكنا تنشاركوا في الشامبيونز قبل ما تبدا المسابقة. يلا باقي في دور التمهيدي، توصلنا مراسلة مع الكتابة العامة ديال الكاف، تتقول لك اعطيني الأقمصة باش غتلعب هاد السنة، باش غتلعب هاد المسابقة، اعطيني قميص اللي فيه الإشهار ديالك اللي غتلعب به، وعطيني قميص فيال اللي فيه والو، اعطيني التيرانات فين غتلعب، تعطيهم مثلا التيران الأول مركب واحد الخامس، التيران الثاني مثلا، هاد كلها أمور. هاد علاش نديرو هاد الشيء هذا؟ باقي لو معنا السي حسن بصير والسوشاني في الرجاء، كانت لعبة الزمالك، باش نعطيكم مثال، كانت لعبة في ماتش ديال الزمالك، وكان عندها مستشير اللي هو بيبسي ولا كوكا؟ بيبسي. الكاف كان عندها مستشير اللي هو كوكا كولا. الاخ الكاتب عام او الكاتب الاداري او اللي جاب الاشهار ما انتبهش لهذه المساله، وكانت لعبة الرجاء لعبة دومي فينال ديال الشامبيونز ليغ. فالإشهار اللي عطاته الرجاء في الأول ماشي هو هذاك اللي غتلعب به الدومي فينال، فدخلت به التيران. عرفتوا شحال الغرامة اللي حكمت على الرجاء؟ في هذاك الوقت في 2001 كانت على 500,000 دولار. أشنو المعنى ديال هذا؟ المعنى بأنك أنت خرقتي، أنت كنادي خرقتي واحد هذاك القميص اللي عطيتيه في الأول، ماشي هو هذاك القميص. ثانيا هنا فين تكلمت الاستاذه ندى.